احلى لحظه في 2020 هي اللحظه اللي فاز فيها فيلم 16 بالسعفه الذهبيه. اعتقد لحظه عمري ما هنساها طول حياتي. هو الفيلم خد 3 سنين بسبب انه كنا محتاجين نجمع تمويل. طبعا زي ما انت عارفه في الافلام القصيره صعب تلاقي تمويل، فكان الموضوع فيه مجهودات ذاتيه بشكل كبير. الفيلم بطوله ولد عنده 16 سنه اللي بيقوم بدوره سيف، وهو المفروض بيروح في رحلة عشان يقابل حبيبته اللي ما شافهاش بقاله فترة كبيرة جدا. هو الفيلم هي 3 قصص انا كنت كاتبهم، 15 و16 و18، والقصتين الاولين هم قصص قصيرة يعني. فهم الـ3 قصص مهتمين جدا بمرحلة عمرية بيعدوا بيها الشخصيات وبتحكي حكاية، فهي المفروض الحكايات دي اثرت في الشخصيات الرئيسية في الـ3 قصص، والمفروض الحكايات دي عمرهم ما هينسوها، غيرت فيهم كتير يعني. شعور خد وقت كبير لانه كان عاده بيحصل في شهر 5، بس كنا قاعدين لحد شهر 8 أو 9 ان احنا متاكدين انه هيحصل ولا لا. فالمشاعر كانت طالعه ونازله كده ما بين فكره ان احنا متحمسين بس برضو قلقانين. النهايه كانت كويسه يعني، هابي اندنج. كانوا 11 فيلم، انا كان فيلمي اخر فيلم في الليسته يعني. ابتدى قلبي يدق كده، ابتديت ابص للقاعه عايز اقول لهم اقعدوا. ردود الافعال كانت كويسه جدا، اللي هو انا كنت قلقان جدا يبقى في مشكله، بس هم قفلوا النور تاني وقالوا الناس تقعد لسه عندنا فيلم زياده. من اللحظه اللي الفيلم خلص لقيت في تفاعل مباشره مع الفيلم وفي مشاعر كده، فاحساس حلو جدا. ما اقدرش اوصف لك ده في كلمات لان هي كانت لحظه كنت هادي جدا، ده اللي انا فاكره كويس، وكنت بحاول استوعب اللحظه وانبسط واتصور صوره حلوه عشان هتبقى ذكرى يعني. احنا كنا واقفين على المسرح، كانوا بيتكلموا فرنساوي وانا ما كنتش فاهم، فكانوا قالوا ان السنه دي مفيش جايزه لجنه تحكيم، هو في فيلم واحد هو خد الاصوات كلها، فهو هيبقى في جايزه واحده اللي هي السعفه الذهبيه. فما كنتش فاهم ان ده بيتقال قبل. فبعد كده لقيتهم بيقولوا ايجيبسيان يعني مصري، ولقيت اصحابي في القاعه كده بيصرخوا مبسوطين، والولد الكولومبي اللي جنبي عايز يصحيني من النوم، راح ضربني كده على كتفي. لحظه كبيره يعني بعد كل الضغط والحلم اللي قعد سنين عشان نعمل الفيلم ده يعني.